يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، التدخين عبارة سيئة ومقيتة، ما نصيحتكم للذين ابتلوا بهذا الدخان؟ لأن البعض يقول بأنه مكروه وليس محرم. نصيحتنا أن يتوبوا إلى الله وأن يشفقوا على أنفسهم من الأمراض والهلاك وإضاعة المال، ولا تأخذهم العوائد ومجاملة الناس. الذي يقول أنه مكروه وليس بحرام، هذا مخطئ. هو حرام من عدة وجوه ولعلل كثيرة. أولا أنه منفذ للمال بغير فائدة، ما في فائدة ولا واحد بالألف، بل هو ضرر محض خالص، ما كان كذلك فهو حرام. ثانيا هو مضر بالصحة، مضر بالصحة بإجماع الأطباء في العالم، حتى الكفار يقولون أنه مضر بالصحة وأنه يسبب أمراضا خطيرة، وهذا يقتضي تحريم. ثالثا هو كريه الرائحة، يؤذي الشارب ويؤذي من حوله، وهذا يقتضي تحريم. رابعا هو أيضا منفذ للمال بغير فائدة، لو أنه أنفق هذا المال الذي يشتري به الدخان في لحم أو في فواكه أو فيما أحل الله كان خيرا له من هذا الدخان الخبيث الذي لا فائدة فيه بوجه من الوجوه. نعم.